انبي معاك عشان انبي عمل مباراه محترمه جدا امبارح. كابتن مصطفى بصراحه دايما بقول ان هو واحد من افضل المدربين الموجودين في انا رايي انا هو تاني افضل مدرب في الدوري المصري في السنه اللي فاتت بعد كولر، رغم ان هو ما بداش الدوري. يعني لو قارنت فكره الامكانيات بالكذا هو يترتب بعد كولر اللي خد الدوري، هو كابتن تامر مصطفى اكتر واحد عمل طفره. انا عليك انا افضل مدرب مصري السنه اللي فاتت، انا اقول كده مع الراي ده 100%. هايل. رايك ايه في اللي عمله امبارح؟ يعني انا ما بحبش اما ساعات الزمالك او الاهلي يتعثروا في مباراه. نتكلم على الزمالك والاهلي ان هم ده اسباب التعثر في اوقات تبقى فعلا المدرب التاني ما عملش حاجه قوي والزمالك او الاهلي سيئين جدا فجات في حجره. صح انها في اوقات تانية المدرب اجتهد. انا معاك جدا كابتن تامر. بقى تعالى نشوف هل الفوز مستحق يا كريم؟ الفوز مستحق 100%. الاكس جي بتاع الزمالك عشان بس الارقام تبقى واضحه، الفرص المتوقعه للزمالك كانت 2.5 وام بي 4.9، ام بي قرب من الخمس اهداف متوقعين. تعال نشوف ده وعدد المحاولات على المرمى 13، الفرص اتحققت 13 و13، رغم ان الكره مع الزمالك 70 والكره مع ام بي 30. ام بي في خلال مع امتلاكه للكره 30% فقط قدر يعمل خطوره على الزمالك اكتر من ضعف اللي الزمالك عمله على انبي. وعلى فكره الاهداف المتوقعه للزمالك على شويه بسبب الحصول على ضربه جزاء. يعني ضربه الجزاء في الاهداف المتوقعه بتبقى لها حسبه حوالي 70-75%، فدي معليه الرقم. ان ده شلت ضربه الجزاء هتلاقي الزمالك نزل لهدف واحد كاهداف متوقعه، انما انبي قدر يعمل فوق الاربع اهداف متوقعه. تعال نشوف ده بالهجمات عشان نتكلم، يعني ندي انبي مش فوز بالصدفه، لا عواد هو افضل لاعب في الزمالك طول المباراه. دي الفرص بتاعت امبي هنستعرضها سريعا، ده انفراد يعني هدف ومش حاجه بالحظ، دي اختراق للجبهه اليمنى للزمالك، وهنا اختراق الجبهه اليمنى بقى استمر وخصوصا مع تغيير احمد نادر حواش وهنتكلم عليه ازاي قدر يخلق خطوره. شوف هنا انا مش بكلمك مثلا على كوره واتنين جايين بالصدفه، لا دي كلها فرص مؤكده جدا. بص دي مثلا دي جون، دي جون واللي بعديها جون اللي هو قطع فيها اوفا هنا، ده دي جوان. تعال بقى نشوف امبي عمل ده ازاي. امبي عمل ده ازاي؟ الثلاثه مدافعين ظاهرين الطرف دويدار ومحمد حمدي، ولعب باربعه في قلب الملعب او يعتبر ثلاثه، وكابو كان بيكمل ورا اوفا. فده تعال بقى نشوف اول لقطه ضغط امبي كان عامل ازاي اللي خنق بيه الزمالك. لعب في 30 ياردة. هو في معلومة كده عن إنبي، هو أكتر فريق في الدوري بيكسب الكرات يا كريم، أكتر من كل فرق الدوري في كسب الكرات. فده الالتحامات والشباب وحسن الانتشار الجيد على فكرة. تعال نشوف بقى باللقطات إنبي ضغطه كان عامل إزاي. وقف لي الصورة هنا لو سمحت، وقف لي بس الصورة وهو فتوح بيلعبها عشان أوريك ال 30 ياردة. بس بص هنا يا كريم، أول لاعب في إنبي اللي هو أوفا ورفيق كابو على الخط، وآخر لاعب في إنبي اللي هو كالوشا وخط الدفاع. المسافه دي يا كريم 20 يارده. دي مثاليه ما تتضربش غير بدمي رانر يجري وياخد حد في التسلل، الحاجات اللي كانت محتاجه سيف اللي بيجيده، انما ضربها والزمالك يعمل الشغل اللي عمله في سموحه عن طريق نقلات كتير ولعيبه في الخط والمسافات بين الخطوط، استحاله. ما فيش هنا مساحه بين الخطوط، هو فين الخطوط اصلا اللي هيبقى بينها مساحه؟ يعني ده 20 يارده يا كريم. انا بفتكر ماتش للزمالك السنه اللي فاتت ضد الترجي في برج العرب كان افضل مباراه للزمالك مع فريرة، حتى كان الزمالك بدا المباراه بالبلوك المتوسط ده الجيد جدا. هنا بقى كل الكرات دي راحت لامبي بكل السهوله. انا عايز اوريك بقى قد ايه الزمالك تاه. اللاعب هنا كانت تروح على الطرف، بص واحد واثنين، اللاعب مخنوق، اللعب مخنوق تماما. مهما كان الجوده في الزمالك استحاله اللاعب هيلاقي مساحه في المساحه دي. كل الكرات اللي الزمالك اعتمد عليها بين الخطوط كانت بتفشل تماما. الزمالك ما كانش عنده حلول غير ان ياخد الكره الثانيه، ولكن انبي كان بيدرس بقوه. بص مهما كانت الجوده، زيزو وعمر جابر، مهما كانت الجوده مسافات مخنوقه. وده الجون الاول كان ترجمه بقى للضغط. يعني هنا الضغط من شلبي على شلبي اترجمت بالهدف الانبي.